بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. ففي الدرس الماضي شرعنا في الكلام على نواصب الفعل المضارع. واحتاج ان اشجر هذه النواصب ويبقى التشجير معنا الى اخر الدرس حتى نعرف كل قسم من اقسام النواصب. فلذلك ساشجرها في السبوره الصغيره. ثم نعود الى قراءه هذا الدرس من اوله ان شاء الله تعالى فنقول بارك الله فيكم ان النواصب تنقسم الى قسمين هنا النواصب تنقسم إلى قسمين إما نواصب تنصب الفعل المضارع بنفسها هذا القسم الأول وإما نواصب تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة وكل قسم من هذين القسمين الكبيرين ينقسم إلى قسمين فإن القسم الأول الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما ينصب الفعل المضارع بنفسه اتفاقًا أي بلا خلاف بين النحاة، والقسم الثاني ما ينصب الفعل المضارع بنفسه لكن على الصحيح أي يوجد خلاف فالذي ينصب الفعل المضارع بنفسه اتفاقا حرف واحد فقط وهو أن والذي ينصب الفعل المضارع بنفسه على الصحيح أي يوجد خلاف ثلاثة أحرف ثلاثة أحرف لن وكي وإذا ولن هذه تنصب الفعل المضارع بنفسها على الصحيح بلا شرط وأما كي فتنصب الفعل المضارع على الصحيح بنفسها لكن بشرط واحد وإذا تنصب الفعل المضارع على الصحيح بنفسها لكن بثلاثة شروط فهمه؟ سندرس هذا تفصيلا إن شاء الله والقسم الثاني ينقسم وهو ما ينصب او النواصب التي تنصب الفعل المضارع بان مضمره تنقسم الى قسمين ما ينصب بان مضمره جوازا وما ينصب بان مضمره وجوبا فالذي ينصب بان مضمره جوازا حرف واحد فقط وهو لام التعليل وتسمى لام كي وتسمى اللام الجارة لها ثلاثة أسماء لام كي ولام التعليل واللام الجارة لها ثلاثة أسماء ستجدها في بعض الكتب يقولون لام التعليل في بعضها يقولون لام كي كما هو في كتابنا وفي بعضها يقولون اللام الجارة اسماء لمسمى واحد فلا تظن انها ثلاث هي واحده تمام واما ان النصب بان مضمره وجوبا اي بان مضمره بعد هذه الاحرف لكن اضمارها وجوبا وهذه تنقسم الى قسمين اما حروف عطف واما حروف جر فحروف العطف كالآتي: هي أو وفاء السببية وواو المعية واضح وحروف الجر ثلاثة وهي حتى تمام ولام الجحود وكي هذه ثلاثه حروف جر وهذه ثلاثه حروف عطف هذا حاصل الدرس هذا اجمال الدرس الان سنمشي في دراستنا للنواصب واحدا واحدا واضح حتى نتم الدرس لكن هذا تصور عام اجمالي لدرسنا نواصب الفعل المضارع اذا تقرر هذا فان هذه اللوحه تبقى بجانب السبوره هنا حتى ننظر اليها في كل درس للنواصب ونعلم اين وصلنا في درسنا فنقول بارك الله فيكم اول هذه النواصب ان وان هذه ام الباب لماذا ان ام الباب لسببين اثنين السبب الاول لان ان تنصب الفعل المضارع ظاهره ومضمره والسبب الثاني لان العلماء اتفقوا على ان ناصبه فلما كان الامر كذلك استحقت ان ان تكون ام الباب وان حرف نصب ومصدر واستقبال وقلت لكم في الدرس الماضي ان جميع نواصب الفعل المضارع احرف استقبال ما معنى احرف استقبال اي ان الفعل المضارع يكون مشتركا بين الحال والاستقبال فاذا دخلت عليه هذه الاحرف جردته للاستقبال ما معنى جردته للاستقبال؟ اي اصبح للاستقبال فقط اصبح خالصا للاستقبال إذا تقرر هذا فنقرأ الآن كلام الشارع قال رحمه الله تعالى يعني أن النواصب للفعل المضارع لفظا إذا لم يتصل به إحدى النونين يقصد نون النسوة ونون التوكيد لأنه إذا اتصل به أحد النونين كما سيأتي فإن الفعل المضارع سيكون مبنيا ايش؟ في محل نصب سيكون مبنيا في محل نصب أريد مثالا لذلك ذكرت لكم مثالا قلت لكم أمس على الطالبات أن يكتبن درسهن صح؟ انظر هذه الجملة على الطالبات على الطالبات أن يكتبن درسهن فإن أن هذه أداة نصب ومصدر واستقبال اداه نصب لان الفعل المضارع بعدها يكون منصوبا فتعمل النصب ومصدر لان الفعل المضارع بعدها يؤول بمصدر يؤول بمصدر وقلت لكم ان احرف المصادر كم خمسه صح نكتب البيتين امس كان البيت الثاني يحتاج الى اصلاح تمام قال وهك حروفا بالمصادر اولت اولت وعدي لها خمسا اصح كما رووا وها هي ان وها هي ان بالفتح ان مشددا ان مشددا وزيد عليها وزيد عليها كي كي فخذها وما ولو وما ولو وهاك حروفا بالمصادر اولت وعدي لها خمسا اصح كما رووا وها هي ان بالفتح أن مشددا وزيد عليها كي فخذها وما ولو خمسة واضح انتبه معي أن أداة نصب ومصدر واستقبال يكتبنا يكتبنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل ايش بعدين تقول ايش تقول بعدين ها والفعل ها في محل نصب ب ان في محل نصب هذا الاعراب يسمي اعراب ماذا يسمي اعراب محلي يسمي اعراب ايش محلي الإعراب ثلاثة أنواع إعراب لفظي وإعراب تقديري وإعراب محلي ما أخذنا هذا من قبل صح لا بأس نأخذه اليوم الإعراب ثلاثة أنواع هذا حقه أن يذكر في درس الإعراب لكن فات ان نذكره الاعراب ثلاثه انواع اعراب لفظي واعراب تقديري واعراب ايش محلي واضح لا تكتب انظر الي وافهم بعد ذلك تكتب نأتي بسبورة أخرى ونقلب السبورة المهم أن تفهم إعراب لفظي وهو أثر ظاهر يجربه آه. لا بقي قيد أثر ظاهر في الكلمات المعربة في الكلمات المعربة يجلبه ما سبب هذا الأثر ما الذي أتى بهذا الأثر ها؟ ما سبب هذا الأثر العامل يجلبه ماذا العامل أثر إيش أثر ظاهر في الكلمات الإيش يجلبه ماذا يجلبه العامل هذا العرب اللفظي والاعراب التقديري اثر مقدر او نقول عباره ادق اثر غير ظاهر اثر غير ظاهر في الكلمات المعربه لعله يعني لماذا غير ظاهر لعله اما التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة مناسبة تمام يجلبه العامل أما هذا المحلي فإنه أثر لا يوصف بكونه ظاهرا أو لا ويكون في الكلمات المبنيه انظر او بعض الجمل يكون في ايش في الكلمات المبنيه انا لو قلت لك هذا رجل معراب هذا الهاء للتنبيه وذا اسم إشارة مبني على انظر مبني على مبني على اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع في, محلي في محل رفع في محل رفع في محل رفع مبتدأ هذا إعراب محلي إعراب محلي يكون متى في الكلمات الإيش المبنية ولذلك هنا يكتبنا فعل مضارع اتصل به نون النسوة أصبح ماذا مبنيا فنقول إيش في محل نصب هذا يسمى إعراب إيش محل في محل نصب إذا الإعراب المحلي أين يكون أين موضعه موضعه ليس في الكلمات المعربة وإنما في الكلمات المبنية أو في الجمل فبعض الجمل تعربها في محل نصب حال وبعض الجمل تعربها مثلا في محل كذا نعت صح وذلك نقول دائما ان الجمله بعد المعرفه تكون ماذا؟ حال والجمله بعد النكره تكون ماذا؟ صفه هذه الجمله في محل اذا الاعراب المحلي يكون في الكلمات المبنيه ويكون في ايش؟ في بعض الجمل تمام أما الإعراب التقديري هذا كقولك مثلا كسرت العصا ما إعراب العصا تقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره للتعذر هذا يسمى ايش إعراب ايش إعراب تقديري هذا يسمى إعراب تقديري واضح فهو هنالك أثر لكن هذا الأثر غير ظاهر أثر جلبه العامل الذي هو الفعل كسرته لكنه غير ظاهر لماذا غير ظاهر للتعذر هذا يسمى إعراب تقديري وأما الإعراب اللفظي كقولك جاء زيد فهذا ظاهر واضح اثر ظاهر في الكلمات المعربه زيد كلمه معربه جاء زيد رايت زيدا نظرت الى زيد واضح كلمه معربه يجربه العامل هذا الفرق بين العرابات الثلاثه الشاهد من هذا نعود الى الدرس فنقول ان قولنا هنا يكتبنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوه في محل نصب في محل نصب، لماذا قلنا في محل نصب؟ لأنه هنا مبني وإذا كان مبنيا سواء على السكون لاتصال بنون النسوة أو على الفتح لاتصال بنون التوكيد انتبه معي فإنه سيكون في محل نصب إذا سبق بناصب وفي محل جزم إذا سبق بجازم كذلك فهم ولا لا؟ إن شاء الله ثم قال هنا يعني أن النواصب للفعل المضارع لفظا إذا لم يتصل به إحدى النونين أو محلا إذا اتصل به ذلك بنفسها أو بغيرها عشرة عشرة واضح عشرة عشرة هذا ايش ايش اللي عشرة النواصب صح النواصب عشرة صح جميل والنواصب جمع ماذا جمع ناصب ولديك قال عشرة ففتح الشين لأن المعدود مذكر ولو كان المعدود مؤنثا لقال ماذا <applause> لقال ماذا عشرة الإناث يسكن بسم الله الإناث يسكن تعرف ما معنى الإناث يسكنها إذا كان المعدود مؤنثا فإن الشين تسكن تمام تقول اشتريت أو نأتي بمثال أحسن بدل اشتريت وبعت نأتي بمثال له علاقة بالعلم طالعت ها عشر مخطوطات عشر مخطوطات تمام وتقول طالعت عشرة كتب انظر إلى الشين هنا كتب جمع كتاب مذكر فالشين مفتوحة مخطوطات جمع مخطوطة مؤنث فالشين احتراما لها للمؤنث تسكن هذه شين مشاغب واضح ولا لا تسكن احتراما لهذا المؤنث أو لهذه المؤنثة فالشين تسكن إذا كان التمييز الذي بعدها مؤنثا وإذا كان مذكرا فإنها تكون ماذا مفتوحة واضح لنا نعم قال هنا وهذا خذها قاعدة كثيرا حتى في القرآن الكريم وهذا ليس في عشرة حتى في عشرة والأعداد المركبة خمسة عشر سبعة عشر واضح لنا انظر في القرآن إني رأيت أحد عاش عشر كوكبا مذكر أو لا؟ فالشين مفتوحة واضح طيب وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عين العين مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث صح؟ فالشين ساكنة مثلها مثل الفعل المضارع مع نون النسوة يسكن واضح ولا لا؟ وأنتم تحتاجون إلى سكون نعم قال هنا بارك الله فيكم قال اربعه تنصب بنفسها وسته تنصب بغيرها اربعه تنصب بنفسها وتنقسم الى قسمين اما تنصب بنفسها اتفاقا وهي حرف واحد ان او تنصب بنفسها على الصحيح وهي ثلاثه احرف وسته تنصب بغيرها اما بان مضمره جوازا او بان مضمره وجوبا نعم قال وقد اشار للاول بقوله وقد اشار للاول ما هو الاول ما ينصب بنفسه وهي الواو للاستئناف هي ضمير منفصل مبتدا مبني على الفتح في محل رفع ان بفتح الهمزه وسكون النون بفتح الهمزه وسكون النون هي وما عطف عليها في محل رفع في محل رفع خبر مبتدا وبدا بان لكونها ام الباب لماذا ام الباب لسببين اثنين لانها تعمل ظاهره ومضمره ولان العلماء اتفقوا على انها ناصبه وطبعا هذه أن المصدرية هناك أن باقيات فعندك أن المخففة من الثقيلة وعندك أن المفسرة وعندك أن الزائدة وعندك أن التي في درسنا فكم أنات أربع أنات أربع أن أن المصدرية الناصبة التي في درسنا وأن المخففة من الثقيلة التي أصلها أن واضح وأن المفسرة وهي التي تأتي بعد فعل تضمن معنى القول دون حروف القول دون حروفه وعن الإيش؟ الزائدة كم هذه؟ أربع نعم أين دفتر التكاليف؟ أين دفتر التكاليف؟ موجود موجود دفتر التكاليف جيد نكلف من؟ يا لقمان ما رأيك أن نكلفك أن تأتي بالفروق بينها؟ لا بأس يوم السبت حتى يكون عندك المجال ويمكن أن تستعين بمشاورة غيرك تأتيني بالفروق بين هذه الأنات الأن واحدة هذه التي درسناها اليوم واضحة لكن نريد أن نعرف نميز بين أن المخففة وأن المفسرة وأن ها الزائدة تمام جزاك الله خيرا طيب ممتاز نريد شرحا مثل شرح رزق الدار عندما شرح لنا في اشياء واسماء جزاه الله خيرا فقال رحمه الله تعالى وبدا بان لكونها ام الباب وهي تنصب المضارع لفظا والماضي والامر محلا شوف هنا سيسال سائل يقول لماذا الامر والماضي محلا الجواب لان الامر والماضي لأن الأمر والماضي مبنيان أحسنتم واضح فلما كان مبنيين كان في محل نصب مثال مضارع يعجبني أن تقوم وإعرابه يعجب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره والنون للوقاية لماذا سميت النون نون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر ولأنها تقي الفعل من الالتباس بغيره صح لو قلت أكرم وأدخلت الياء ايش يصير؟ أكرمي فيلتبس بفعل الأمر أكرمي فأدخلت نون الوقاية فصارت أكرمني وذاك أكرمي إذن سميت النون نون الوقاية لسببين اثنين السبب الأول ما هو؟ لأنها تقي الفعل من الكسر والسبب الثاني ما هو؟ لأنها تقي الفعل الذي اتصل بياء المتكلم ها؟ من الالتباس بفعل الأمر الذي اتصل بياء المخاطبة واضح له, له إن شاء الله قال هنا والياء مفعول مبني على السكون في محل نصب يعجبني يعجبني الياء ياء المتكلم يعجبني في محل نصب ما الذي يعجبك ما فاعل الإعجاب ها قال أن تقوم قال وأن حرف مصدر ونصب واستقبال او حرف مصدري ونصب يعني ممكن تضيف واستقبال ثلاثه اشياء ثلاث وظائف وتقوم فعل مضارع منصوب بان وعلامه نصبه الفتحه الظاهره والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت لماذا وجوبا لان الفعل مفتتح بالتاء والتاء هذه تاء المخاطب يعجبني ان تقوم اي انت واضح نعم اذا هنا ستقول الفاعل ما هو قال والفاعل في تقوم شوف ها الفاعل في تقوم مستتر وجوبه تقديره انت لكن فاعل يعجبني اين هو ذكره ها هو ذكره أو لا أسألكم فاعل يعجبني هو قال يعجبني فعل مضارع واليا مفعول صح هل ذكر فاعل يعجبني أو لم يذكر لم يذكر يحتاج أن تتمم هذا فتقول والمصدر المؤول في محل رفع فاعل يعجب واضح يا شيوخ والمصدر المؤول في محل رفع ايش فاعل يعجبه جيد موجود ها آه فيما بعد سياتي آه جميل جميل نقرا وننظره قال ومثال الماضي يعجبني ان قام زيد واعراب يعجبني كما تقدم وان حرف مصدر ونصب حرف مصدر ونصب اي واستقبال قام فعل ماض مبني على الفتح في محل نصب بان وزيد فاعل وان وما بعدها في المثالين ها نعم جميل في تاويل مصدر فاعل يعجب لكن يبقى هذه العباره عليها ملاحظه لطيفه دقيقه هو ايش قال؟ وأن وما بعدها في تأويل مصدر التحقيق أن الذي يكون في تأويل مصدر هو الفعل الذي بعد أن وأما أن فهي آلة السبك في المصدر أن آلة السبك في المصدر والذي يكون في التأويل مصدر هو إيش الفعل الذي بعد أن ولذلك كان الأولى أن يقول والفعل الذي بعد أن في تأويل مصدر فاعل هكذا واضح يا شيخ ولا إن شاء الله قال والتقدير يعجبني قيامك وقيام زيد ومثال الأمر أشرت إليه بأن قم وإعرابه أشرت فعل وفاعل اختصار وإذا أردت أن تفصل فتقول أشار أشرت فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره ككراهة توالي متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة وإذا أردت على طريقة الاختصار التي يسلكها الطلاب اليوم ستقول ماذا أشرت فعل إيش ماض مبني على مبني على السكون نعم مبني على السكون قال رحمه الله ومثال الامر اشرت اليه بان قم واعرابه اشرت فعل وفاعل الى حرف جر والهاء ضمير مبني على الكسر في محل جر ب لانه اسم مبني لا يظهر فيه اعراب تمام والباء حرف جر وأن حرف حرف مصدري ونصب قم فعل امر مبني على السكون في محل نصب لماذا في محل ها لانه مبني تمام والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت وأن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بالباء نقول الذي هو في تأويل مصدر ما بعد أن ليس أن وما بعدها ما بعد أن الفعل الذي بعده أن هو الذي في تأويل مصدر والتقدير أشرت إليه بالقيام وسميت مصدرية من هذه التي سميت مصدرية أن أي وسميت أن مصدرية لسبكها بالمصدر كما علمت أي لسبك ما بعدها بالمصدر كما علمت وهي احد خمسه احرف تسمى حروف المصادر او الحروف المصدريه وذكرنا البيتين في السبوره واضح وهاك حروفا بالمصادر اولت وعدي لها خمسا اصح كما رووا وها هي ان بالفتح ان مشددا وزيد عليها كيف خذها وما ولو احسنتم احفظوها قال رحمه الله ولن وما ادراك ما لن لن هذه بارك الله فيكم لها قصه اولا لن تنصب الفعل المضارع على الصحيح والا ففيها خلاف ولن قال بعض المعتزله انها تفيد التابيد النفي بها يفيد التأبيد. يريد ان يتوصل بذلك إلى نفي رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: لن تراني. وقوّى مذهبه في أن لن تفيد التأبيد. لقوله سبحانه وتعالى في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا قال أي أبدا لن يخلقوا ذبابا أي أبدا واضح لله نعم ورد عليه أهل العلم وقالوا إن لن تفيد النفي لكن لا تفيد التأبي ولو كانت لن تفيد التابيد للزم التناقض في قول الله عز وجل عندما قالت السيدة مريم عليه الصلاة والسلام فلن أكلم اليوم إنسيا فكيف تقول فلن التي تفيد التابيد وتقول اليوم فتقيد الوقت فهذا تناقض فدل هذا على أن لن لا تفيد التابيد ولو كانت لن تفيد التأبيد للزم التكرار في قول الله سبحانه وتعالى لن يتمنوه أبدا فتكون لن للتأبيد وأبدا للتأبيد واضح فيحصل ماذا تكرار ولذلك قالوا إن لن لا تفيد التأبيد وأما قول الله سبحانه وتعالى لن يخلقوا ذبابا فإن التأبيد استفيد هنا ليس من لن وإنما من من أمور خارجية ليس من ذات لن استفيد التأبيد واضح لنا ليس من مقتضيات لن إفادة التأبيد وإنما من أمور أخرى خارجية ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى ومن يرى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا أي أردد قول من يقول إن لن تفيد التأبيد وخذ قول سواه واضح له إن شاء الله قال هنا هذه قصة لن قال يعني أن من النواصب لن وهي حرف ينصب المضارع طبعا لن هذه ستجدون في بعض الكتب والحواشي يقولون الصحيح أنها بسيطة بسيطة ما معنى بسيطه يعني ليست مركبه لأن بعض العلماء يقول ان لن هذه مركبه من اللام وان فهمت ولا لا؟ ولذلك حصل هل هي حصل الخلاف هل هي ناصبه بنفسها ام لا؟ والصحيح انها ناصبه بنفسها واضح يا شيخ ولا لا؟ وصلنا وصلنا نحن في بلومبانج فابتسم قال هنا يعني ان من النواصب لن وهي حرف ينصب المضارع وينفي معناه ويصير خالصا للاستقبال نحو لن يقوم زيد واعرابه لن حرف نفي ونصب واستقبال حرف نفي للحدث ونصب للفعل المضارع واستقبال للزمن يقوم فعل ها لن يقوم لماذا وضع الضمة هنا لا أدري واضح لن يقوم يقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره انتهينا من لن وذكرت لكم قصة لن ثم قال بعد ذلك إذن قلت لكم إن إذن تنصب الفعل المضارع بثلاثة شروط وكي تنصب الفعل المضارع بشرط واحد ولذلك كان الأولى أن يقدم ما ينصب بشرط واحد على ما ينصب بثلاثة شروط لأن الشيء إذا كثرت شروطه دل ذلك على ضعفه أي على ضعف تأثيره فإنه لا يؤثر إلا بشروط كثيرة أما الشيء القوي هذا يؤثر بلا شرط واضح ولا لا شخص إذا كان قويا يفعل الشيء بلا شروط أما إذا كان ضعيفا يقول بشرط كذا وبشرط كذا وبشرط كذا وبشرط كذا واضح فيضع شروطا كثيرة حتى يمل السامع من الشروط فهمت ولا لا آه ولذلك كان الأولى أن يقدم كي على على إذن تمام ولا تكثر من الشروط، كن قويا مباشره بدون شروط، قال رحمه الله تعالى: يعني قال واذا الواو حرف عطف واذا معطوف على ان مبني على السكون في محل رفع، يعني ان من النواصب اذا وهي حرف جواب وجزاء ويشترط في النصب بها ثلاثه شروط، الشرط الاول أن تكون في صدر الجواب ما معنى أن تكون في صدر الجواب؟ يعني لا بد من كلام يسبق إذا فتقع إذا في جوابه فلا تكون إذا في بداية الكلام بل لا بد من كلام يسبقها تمام وأن يكون الفعل بعدها مستقبلا أي دالا على الاستقبال فإن لم يكن دالا على الاستقبال فإنها لا تعمل لأن شأن النواصب أن تجرد الفعل الذي بعدها للاستقبال واضح قال وألا يفصل بينها وبين الفعل فاصل غير القسم لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل غير القسم انتبه معي لو قال لي زيد من الناس سأزورك غدا سأكتب هذا حتى يتضح لكم خلاص هذا نمسح هنا تصورون هذا باس هذا خلاص لو قال لي قائل سأزورك غدا فقلت له قلت إذا أكرمك أكرم... أكرمك لاحظ إذا هنا إذا هذه وقعت في صدر الجواب لم يتقدم عليها شيء واذا هذه ليس بينها وبين الفعل الذي بعدها فاصل تحقق الشرط الثاني والفعل الذي بعدها يدل على الاستقبال تحقق الشرط الثالث ثلاثه شروط فاذا تحققت الشروط الثلاثه فحينئذ هذا الفعل يكون منصوب منصوب بماذا باذن هي ناصبه بنفسها يكون منصوبا بإذن فهي ناصبة بنفسها لكن لو قال سأزورك غدا فقلت له أنا عفوا فقلت له إذا أنا إذا قال سأزورك غدا فقلت إذا أنا أو نحن نكرمك هنا هنا اذن لا تعمل اختل شرط ما هو الشرط فاصل فاصل ليس قسما ولا ولا نفي ليس قسما ولا نفي واضح فالفعل هنا يكون مرفوعا وهذه اذن ملغاه لا تعمل لو قال مثلا سازورك غدا فقلت له يا زيد إذا أكرمك هنا أيضا لا تعمل لأنها ليست ايش ليست في صدر الجواب فهمة ولا لا؟ ليست تكون ملغاة فالفعل بعدها يكون ايش؟ مرفوعا هذا الشرط الثاني لو قال مثلا أحبك يا لبيب مثلا 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 ها فقلت له إذا تصدق إذا تصدق تصدق هذا الآن ليس تصدق في المستقبل فهذا ليس للاستقبال بل للحال إذا إذا هنا لا تعمل والفعل بعدها يكون ايش؟ يكون مرفوعا فهم؟ إذا في هذه الصور الثلاث اختلت الشروط وإذا اختلت الشروط فإذا ليست حرف ليست حرف نصب ليست أداة نصب تمام انظر ماذا قال قال هنا قال ويشترط في النصب بها ثلاثة شروط أن تكون في صدر الجواب ما معنى في صدر الجواب؟ أي في أوله وأن يكون الفعل بعدها مستقبلا وألا يفصل بينها وبين الفعل فاصل غير القسم وغير لا النافية ممكن تعلق هنا تعليق بسيط غير القسم وغير ماذا؟ لا النافية لا يضر الفصل بلا النافية لا يضر ليس في إذن في كل النواصب في كل النواصب اذا جاءت لا النافيه بين العاملين بين اداه النصب والفعل وجودها لا يؤثر وجود لا النافيه لا يؤثر سياتي معك في هذه الصفحه في اخرها لكي لا تاسوا لا لاحظ لا جاءت بين كي وبين تاسوا لا تؤثر تمام فقال هنا اذا قال نحو اذا اكرمك جوابا لمن قال اريد ان ازورك وعرابه اذا حرف جواب حرف جواب وجزاء ونصب اكرم فعل مضارع منصوب باذن وعلامه نصبه الفتحه الظاهره والفاعل مستتر وجوبا تقديره انا والكاف مفعول به مبني على الفتح في محل نصب انظر في محل لانه مبني بسم الله الحمد لله قال فان لم تكن في صدر الجواب اختل شرط قال فان لم تكن في صدر الجواب نحو يا زيد اذا ايش بتقول؟ اكرم اكرمك لا تعمل هنا لماذا لا تنصب هنا؟ لان إذا ليست في صدر الجواب أو فصل بينها وبين الفعل فاصل غير القسم نحو إذا يا زيد أكرمك يا زيد ما الذي فصل هنا بينها وبين فعلها؟ ها نداء وهذا من الشارح إشارة إلى تأييد مذهب الجمهور أن الفصل بالنداء يمنع عمل إذن. الفصل بالنداء يمنع عمل اذا واضح له لا؟ جيد طيب اذا اردت ان تمثل لماذا اذا اردت ان تمثل للقسم ماذا ستقول ستقول مثلا ها اذا والله اكرمك واذا اردت ان تمثل بلا النافيه ستقول ماذا اذا لا اقصر في في إكرامك لا أقصّر، إذا لا أقصّر في إكرامك واضح ولا لا؟ جيد؟ قال: أو كان الفعل غير مستقبل نحو إذا تصدق جوابا لمن قال: أحبك تعين رفع الفعل بعدها في جميع هذه في جميع هذه الأمثلة الثلاثة ثم قال وكي الكلام في كي يطول أنا لا مشكلة عندي لا بس ما زال ذهنكم يعمل نأخذ كي نأخذ نأخذ كي ممتاز بدون شروط نأخذ كي قال رحمه الله تعالى وكي وما أدراك ما كي كي هذه لها قصة بسيطة فقط ناخذ قاعدتها ثم نعود الى قراءه الكتاب امسحوا هذا او تصورونه نعم واضح كي كي وما ادراك ما كي عندنا كي هذه نوعان كي المصدريه وكي الجاره كي المصدريه هذه هي التي تنصب الفعل المضارع بنفسها ها وكي الجارة هذه تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا شوف الفرق شوف الفرق هذه كي وهذه كي لكن هذه مصدرية هنا هنا وهذه جارة هنا فهمه يقول قال كيف اعرف الفرق بينهما متى اقول ان كي نصبت الفعل المضارع بنفسها نقول له تقول ذلك اذا كانت مصدريه يقول وكيف اعرف انها مصدريه ها كيف اعرف بانها مصدريه نقول اذا سبقت باللام لفظا أو تقديرا هذا ضابطها إذا سبقت باللام لفظا أو تقديرا فإنها حينئذ تكون ماذا تكون مصدرية انتبه معي هنا يمكن أن تسأل نفسك سؤالا تقول لماذا كنابا لماذا إذا سبقت باللام تكون مصدرية ولا تكون جارة لأنه إذا كانت جارة ودخلت عليها اللام حرف جر دخل على حرف جر هذا لم يكن ابدا من يوم ان خلقت الارض لا يدخل حرف جر على حرف جر حرف الجر هذا لا يدخل على الحروف حروف الجر من علامات الاسم واضح ولا لا؟ ولذلك نقول اذا سبقت باللام لفظا او تقديرا فانها تكون حينئذ ايش؟ مصدريه واما اذا لم تسبق باللام إذا لم تسبق باللام واضح ولا لا؟ لا لفظا ولا تقديرا فحينئذ تكون ايش؟ جارة هذا ضابطها إذا كانت جارة وهذا ضابطها إذا كانت ايش؟ وهذا ضابطها إذا كانت مصدرية نضرب بعض الأمثلة قلت مثلا جئت لكي أتعلم، لاحظ معي أن كي هنا سبقت باللام لفظا فتقول جئت فعل وفاعل واللام حرف جر وكي مصدرية ناصبة أتعلم فعل مضارع منصوب بكي هنا منصوب بكي هي ناصبة بنفسها لأنها مصدرية تنصب بنفسها منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا بعد ذلك والمصدر المؤول ايوه في محل ايش في محل جر إيش بحرف اللام ليس بكي هنا كي ليست جاره هنا كي مصدريه والمصدر المؤول في محل جر بايش ها في محل جر باللام واضح هذا العراب ولا اعيده واضح ان شاء الله جيت فعل وفاعل اللام حرف جر كي مصدريه ناصبه اتعلم فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا والمصدر المؤول في محل جر بحرف الجر وهو اللام مثال الثاني لو قلت نفس المثال جئت جئت عفوا كي أتعلم وأنت تنوي أنت تنوي أنت تقدر وجود اللام لكنك لم تلفظها فاللام هنا ايش مقدرة فاللام هنا مقدرة تمام فتقول جئت فعل وفاعل وكي أداة أو حرف مصدر ونصب أتعلم فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه فتحة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا والمصدر المؤول في محل جر باللام المقدرة المصدر المؤول في محل جر بإيش من لام باللام المقدرة لا بد أن يسبق باللام إما لفظا وإما وإما تقديرا جيد طيب لو قلت جئت نفس المثال حتى تعرف الفرق كي أتعلم، جئت فعل وفاعل تمام كي أنت الآن لا تنوي لا من قبل كي لا تنوي لا من قبل كي فاللام النية إنما الإعراب بالنيات <applause> الأعمال بالنيات والإعراب بالنيات أيضا فالنيات والمقاصد لها أثر في الإعراب واضح لله كما أن النيات والمقاصد لها أثر في الأحكام كذلك النيات والمقاصد لها أثر في الإعراب واضح شيوخ نعم أنت الآن لا تقصد وجود اللام كيف تعرب فتقول كي هذه هنا ما إعرابها حرف جر حرف جر جميل هذه كي الجارة أتعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا تقدير الكلام جئت كي أن أتعلم انتهى الاعراب لا طبعا الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا والمصدر المؤول المصدر المؤول الذي بعد ان المقدره الذي بعد ان المقدره المصدر المؤول الذي بعد ان المقدره في محل جر بكي في محل جر بايش بكي فهمه نعم انا استاذنتكم نواصل الدرس قلت نواصل الدرس فتحملوا الان تمام نواصل الدرس فهمتم بقي شيء بسيط هنالك شيء يسمى لام كي هذه لام ليست كي هي لام انما سميت لام كي لانها تؤدي نفس الوظيفه التي تؤديها كي وهي التعليل وإلا فهي تسمى لام التعليل أو تسمى لام الجارة تلك ينصب الفعل المضارع بعدها بان مضمره بان مضمره جوازا تلك اخرى هنا موجوده هنا لا حاجة ان نكتبها لان تلك لام وليست كي هنا الكلام في ايش؟ في كي يا مشايخ تمام انتبه الان الان نقرا قال يعني ان من النواصب للمضارع كي وَيُشْتَرَطُ فِي النَّصْبِ بِهَا شَرْطٌ وَاحِدٌ شرط واحد هذا من عندي يُشْتَرَطُ شَرْطٌ وَاحِدٌ لِلنَّصْبِ بِهَا مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ أَنْ بَعْدَهَا ما هو هذا الشرط؟ يعني حتى ما شو انظر انظر العبارة دقيقة هذه قَالَ وَيُشْتَرَطُ فِي النَّصْبِ بِهَا بها يعني بماذا؟ بكي؟ من غير ان تقدر عن يعني تنصب بكي نفسها بذات كي بدون ان يشترط شرط واحد ما هو قال ان تكون مصدريه طيب واذا لم تكن مصدريه فالفعل بعدها ينصب بماذا بان مضمره واذا كانت مصدريه فالفعل بعدها ينصب بها بذاتها بذات كي سؤال متى تكون مصدرية؟ قال أن تكون مصدرية وهي من هذه وهي؟ كي المصدرية فالضمير هنا وهي أي كي المصدرية التي تتقدم عليها اللام هذه كي المصدرية ولذلك لو قيل لك عرف كي المصدرية فتقول له الكي حرق بالنار لا تقول له كي ما معنى كي؟ حرق بالنار صح آخر العلاج الكي ليس هذا المراد انتبه معي بعضكم بدأ ينعس تمام قال وهي اي كي التي تتقدم عليها اللام هذا تعريفها كي المصدريه التي تتقدم عليها اللام اما لفظا نحو لكي لا تأسوا سو، تمام؟ وهذا المثال قلت لك فيه إشارة إلى أن الفصل بين الناصب <applause> الحمد لله. أديكم الله. الزكام شديد. لا الحمد لله. قال هنا هذه الآية قلت لك فيها إشارة إلى أن الفصل بين الناصب والفعل بلا النافية لا يؤثر. وهذا في جميع النواصب تمام قال هنا وإعرابه اللام لام كي الآن هذا مثال لإيش لكي المصدرية أو لكي الجارة هذا مثال لكي المصدرية لأنها سبقت باللام لكي لا تأسوا قال وإعرابه اللام لام كي وكي حرف مصدر حرف مصدري ونصب ولا نافيح تاسوا تاسوا يعني تحزنوا من الاسى وهو شده الحزن فعل مضارع منصوب بكي وعلامه نصبه حذف النون لانه من الافعال الخمسه هي اصله اصل الفعل تاسى الف مقصوره دخلت عليها واو ونون واضح الواو ساكنه والألف ساكنة التقى ساكنان فحذفت الألف وصارت الفتحة علامة عليها وحذفت النون للناصب صارت ايش؟ تأ سو واضح يا شيخ ولا إن شاء الله قال هنا والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع هذه اللام التي دخلت على كي المصدرية لفظا واما تقديرًا نحو قوله تعالى كي تقر عينها قال اذا قدرت انتبه شوفها اذا قدرت اللام قبل كي اذا قدرت اللام طيب واذا لم تقدر اللام ستعرب كي حرف جر وتقر فعل مضارع منصوب بان مضمره وجوبا واضح شو ولا لا؟ إن شاء الله إذا النية تؤثر في الإعراب تمام قال هنا إذا قدرت اللام قبل كي وإعرابه كي حرف حرف مصدري ونصب وتقر فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وعين فاعل تقر مرفوع قال وعين فاعل تقرأ مرفوع بالضمه الظاهره وعين مضاف والهاء مضاف اليه مبني على السكون في محل جر ثم قال وسميت حينئذ مصدرية من هذه التي سميت مصدرية كي طيب ما معنى قوله حينئذ حين سبقت باللام لفظا او تقديرا اكتب وسميت كي المصدريه وسميت كي مصدريه حينئذ متى حينئذ اذا سبقت باللام لفظا او تقديرا الدرس دسم يحتاج منك ان تذاكره اليوم ما زال طازجا في ذهنك تمام لا تؤجل قال وسميت حينئذ مصدريه لتاولها مع ما بعدها بمصدر قد نبهتك على هذا ان الذي يؤول بمصدر هو ما بعدها لا هي فان هذه الاحرف ان وان وكي وما ولو الات سبك واضح وليست هي التي تؤول الذي يؤول ما هو الفعل الذي بعدها قال: وسميت حينئذ مصدرية لتأولها مع ما بعدها بمصدر أي تقدير الكلام ايش بيكون؟ كي لا تأسوا ايش تقدير الكلام؟ لعدم إساءتكم هذا الكلام هذا الكلام غير صحيح كأن الشارح رحمه الله تعالى انتقل ذهنه إلى فعل آخر وهو أساء وأنا قلت لكم إن الفعل هو أسى ومصدره ايش؟ ها؟ الأسى الأسى وهو شدة الحزن فيكون حينئذ التقدير لعدم أساكم أساكم أي حزنكم ها؟ وليس ايش؟ إساءتكم ليس هذا تمام قال اي لعدم إساءتكم او لاقرار عينها هذا بالنسبة للمثال الثاني كي تقر عينها قال فان لم تتقدم عليها اللام لا لفظا ولا تقديرا فهي حرف تعليل بمعنى اللام يعني حرف جر بعباره مختصره مفهومه اي حرف جر تمام وتكون ناصبه من هذه التي تكون من هذه التي تكون ها من كي وتكون كي التعليليه هذه ناصبه للفعل بعدها بان مضمره وجوبا هذه الحاله الثانيه هنا تمام قال هنا نحو جئت كي أقرأ العلم وأنت لا تنوي اللام قبل كي وإعرابه جئت فعل وفاعل وكي حرف تعليل وجر شوف جارة وإعرابه جئت فعل وفاعل وكي حرف تعليل وجر هذا كأنه تكرار في نسختي هل يوجد عندكم في بقية النسخ هذا التكرار انا عندي كتب جئت فعل وفاعل وكي حرف تعليل وجر وإعرابه جئت فعل وفاعل وكي حرف ت... ت... تعليل وجر مرتين الموجود في بقيه النسخ لا فقط في نسختنا ها لا بس من عنده مثل نسختي لا احد اه غير موجود انا تفردت بهذه النسخه جيد قال هنا جئت كي أقرأ أقرأ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد كي التعليلية شو بأن مضمرة هنا الناصب ليست كي بنفسها بل أن مضمرة لماذا؟ لأنه على غير تقدير لا من قبلها أنا سأكرر هذا لأنه مهم ولأنني وجدت كثيرا من الطلاب يخلطون بين كي المصدرية وكي الجارة تمام قال وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا والعلم مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة وسميت حينئذ ايش معنى حينئذ؟ ها حين لم تسبق بلام بلام لفظا ولا تقديرا وسميت من هذه التي سميت؟ كي تعليلية لانها بمعنى اللام فهي علة لما قبلها اي جئت لاقرا العلم ثم قال ولما انهى الكلام على النواصب التي تنصب بنفسها اخذ يتكلم على النواصب التي تنصب بان مضمرة بعدها نستمر او نقف ما زال بعضهم كانه يريد الاستمرار نستمر او نقف نقف خلاص استسلموا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين